ايه المواقف الحلوة اللي تفتكرها رامي مع الراحل سمير غانم؟ وبمجرد بس ما تفتكر الموقف انت بتنهار من الضحك. والله مش ببالغ رامي لما اقول لك انه مش قادر اقول لك موقف، لانه لو سألت السؤال بالعكس يمكن هقعد ادور كتير ايه الموقف اللي مش حلو، مش هلاقي. ما شاء الله. بس ايه الموقف اللي حلو؟ لا كتير جدا كتير، يعني حماية كنت كتير جدا ببقى مثلا راجع من الشغل او بعد ايام شغلي في ايام اجازتي او حاجة، وبنتكلم في موضوع يكون محل اهتمام من الرأي العام. فدائما وابدا عنده حتة مختلفة بيشوف منها الامور مختلفة تماما عن الناس كلها، فالحتة دي دايما فيها كوميديا. فسبحان الله، يعني الموضوع في روحه فعلا، البهجة والسعادة والزاوية اللي بيشوف منها كل حاجة حلوة ومبهجة. فأيا كان الموضوع بتفاصيله إيه اللي ممكن يكون فيه حاجات صعبة وتفاصيل غلسة، يعني بس لما تطرح عنوان الموضوع تتناقش فيه على طول بتضحك، لأنك بتروح لمنطقة تانية خالص. سمير غانم بالظبط. طب خليني أرجع تاني للأسرة وكايلا، ما شاء الله عليها. دلوقتي كم سنة؟ 7. ما شاء الله. كايلا أنت تقريبا يعني ما بتظهرهاش خالص على السوشيال ميديا أو على في الميديا أوفرول بشكل كبير يعني. خليني أسألك في حتة كده، واخدة منك ايه حلو وواخدة من مامتها ايه حلو؟ واخدة منك ايه وحش وواخدة ايه من مامتها وحش؟ ده سؤال صعب قوي. يعني بص، لو فيها حاجة حلوة اكيد هتبقى واخدة من مامتها. يا سلام. الجزء الوحش يمكن يبقى من ناحيتي، فلا داعي ان احنا نذكره. لا، هي بصراحة واخدة الحلو مننا كلنا، وربنا يا رب يحفظها. ووحش لا، ما بشوفش وحش. يعني في بقى حاجات ليها علاقة بجيل او اطفال او جيل كامل، ليها علاقة بالتيك توك واليوتيوب والمش عارف السوشيال ميديا والكلام ده كله، بس ما اقدرش اقول ان هي وحشة لانه هو جيلها كله كده، فما اقدرش اقول ان هي صفة وحشة. بس بصفة عامة، ان لم تكن يعني النمط ده من الحياة او التصرفات دي مش محكومة من الأسرة، لا خطر كبير جدا، خطر كبير جدا على الأطفال.